الأحزاب نظرا لأنه ال 30 سنة اللي فاتت الدولة كانت تضرب الأحزاب المدنية في مقتل، وتركت حركة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية تعيش تحت سراديب الأرض وتنمو وتترعرع. فالأحزاب المدنية الديمقراطية الحديثة أو التيار المدني كله بعتقد أنه هو بعافية، يعني ضعيف جدا، ولابد من إرادة الدولة نفسها، الدولة والنظام الحاكم والحكومة المصرية في حياة ديمقراطية تقوم على التعددية وتقوم على الاختلاف وتقوم على التعددية الحزبية والتعددية السياسية. وده حتى هذه اللحظة لم نراه في توجه الحكومة المصرية. ففي ظرف ذاتي موضوع يتعلق بالقوى السياسية نفسها والأحزاب، أنها مش منتشرة على أرض الواقع، مش ملهاش كوادر على الأرض، لكن برضو في سبب لابد ان احنا ننبه ليه، ان الدولة لم تقم بواجبها نحو محاولة انعاش هذه التيارات او افساح المجال امامها، بل بالعكس بيتوجسوا من اي تحرك حزبي وكأنه موجه ضد الدولة او موجه ضد الحكومة. وده كلام مش معقول في هذا العصر، لان حتى حركات الاحزاب المعارضة للحكومة دي جزء من النظام وجزء من الدولة، ويجب انها بتسهم بقدر ما في رواج هذه الدولة وفي ازدهار هذه الدولة وليس هدمها. فالمفهوم بتاع الحكومة عن حركة الأحزاب المعارضة انها بتهدم في الدولة، انا رأيي ده احد الأسباب الكبرى لموت الأحزاب، زائد الظرف الذاتي والموضوعي اللي موجود في هذه الأحزاب وأمراضها السياسية اللي موجودة اللي معروفة.